حقيقة كان لي الشرف أنه ساهمت في إعداد هذا المشروع، والحقيقة الأساس اللي بني عليه هذا المشروع هو الاستناد إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو محاولة أصيلة في الحقيقة من أجل استجابة العراق لالتزاماته بموجب الاتفاقية التي صادق عليها منذ عام 2007 بموجب القانون 35 لسنة 2007، ولم يتقدم خطوة واحدة في تحقيق التزامات هذه الاتفاقية. فهذا المشروع هو خطوة أصيلة وجادة في تحقيق ليس كل أحكام الاتفاقية لكن جزءا مهما وأصيلا منها. وأعتقد أستاذ كريم المطلعين على البيئة القانونية العراقية يعرفون إحنا غالبا ما كنا مقلدين للآخرين، ننتظر مصر، ننتظر الأردن، نصدر قانون وبعدين نجيب قانونهم ونسوي مثله. إلا هذه المرة، هذا القانون قانون أصيل كتبه عراقيون بالاستناد إلى مبادئ الاتفاقية وأنشأوا إطارا قانونيا يستحق الاحترام. وأنا أعتقد أن هذه المرة هناك أيادي مخلصة وجادة في إيجاد إطارا تشريعيا قادرا على استرداد أموال العراق، سواء منها ما كان في داخل العراق، أقصد عائدات الفساد، ما كان منها داخل العراق أو خارج العراق. لكن تعرف أستاذ كريم إحنا دائما ما نواجه مشكلة تتعلق بفاعلية القوانين، يعني عندنا قوانين إحنا لكنها قوانين غير فاعلة للأسف الشديد. أنا متفائل أن هذا القانون بإطاره العام يشكل إطارا قانونيا جيدا لمواجهة معضلة من معضلات العراق اللي هي استرداد أموال الفساد.